السلام عليكم ورحمة الله. الاسم ديالي رضوان بيدوري، مقيم ديال ألمانيا منذ 30 سنة، الحاصل على حزام أسود درجة 9 وبطل عام كيك بوكسي 7 مرات. أنا جد سعيد بحضور ديالي في هذا الدوري الأبطال اللي كتنظمه الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسين، العصبة التاد لورديغا. وهذه المقابلات مقابلة جد رائعة، لياقة رائعة، وكنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والمزيد من التفوق في هذا الميدان الرياضي. كنحاول ما أمكن نقول أن راهم غادي في واحد الاتجاه صحيح، وكنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والمزيد من التوفيق في هذا الرياضي.